كل الناس مكروبة وكل الناس شايلة هم، الناس ماشية في الشارع مهمومة وشايلة هموم، اللي مريض واللي بنته عندها مشكلة واللي ابنه عنده مرض نفسي واللي كبر وعنده أزمة نفسية واللي ما عادش عنده دخل وشغله راح في الأزمات اللي الناس كلها مكروبة. يا جماعة حد يقدر يقف قدام القطر؟ حدش يقدر يقف قدام القطر، حدش يقدر يقف قدام الطوفان. أنا هديكوا خمس طوافين فرج من الله سبحانه وتعالى، هديكوا خمس أدعية ما يقفش قدامها أي كرب ولا أي مشكلة. كلمة يا رب قلبت حياة سيدنا موسى من أسود يوم في حياته لشهر عسل بكلمة رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. أنا هديكوا خمس أدعية، الخمس أدعية دول ربنا يحللكوا بها جميع مشاكل حياتكوا، بس أدمنوها واستمروا عليها وقولوها ولو مرة بالنهار ومرة بالليل وشوفوا فرج ربنا. الدعاء الأول، ركزوا معايا، الدعاء اللي النبي كان بيركز مع السيدة فاطمة بنته عليه، الدعاء الأول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمته أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اوعى تقولي ازاي أنا ذرة التراب دي ما أقدرش أصلح لها أمورها، أنت عند ربنا إيه في الكون ده؟ أنت سهل قوي إن ربنا يحل لك كل مشاكلك. حفظت الدعاء الأولاني؟ أنا هديكوا خمس أدعية يا جماعة بإذن الله يحل لكم جميع مشاكلكم، اكتبوهم ورددوهم، ادمنوهم، خلوهم كده لازمة على لسانكم. رقم واحد: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا ما أقدرش يا رب. ده الدعاء اللي النبي كان بيقول للسيدة فاطمة تقوله مرة بالنهار ومرة بالليل، ده حبة كل 12 ساعة مدى الحياة. طيب والدعاء الثاني؟ الدعاء الثاني اللي طلع أصعب مسجون في تاريخ البشرية، من أصعب كرب وغم وضيق في تاريخ البشرية، الثلاث كلمات اللي طلعوا يونس من بطن الحوت، من أصعب حبسة في تاريخ الأرض كلها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دي بقى تقولوها على قد ما تقدروا، قوليها ثلاث مرات، مرة، 10 مرات، 40 مرة، قوليها على قد ما تقدري: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مجرب ومضمون. كل الأسلحة دي أسلحة استعملت وربنا فرج بها أعظم الكربات. الأسلحة دي يا ناس ما خلفتش رزقة الذرية بيها، يا ناس مريضة شوف يد بيها، يا ناس مكروبة والغم ركبها وفرج عنها بيها. الدعاء الثالث احفظوه بقى لأنه مهم قوي وخطير، وده بيسميه السلف دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حفظتوه؟ لا إله إلا الله 3 مرات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يبقى ده الدعاء. الدعاء الرابع دعاء جميل قوي ومهم قوي قوي قوي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يا رب أنا هموت بسبب الهم، أنا مش مصبت في حياتي مشاكلي، أنا مشكلتي في حياتي تفاعل النفسي مع مشاكلي. يقولك إن المرض النفسي مش بسبب المشاكل، كل الناس عندها مشاكل، المرض النفسي بسبب التفاعل النفسي مع المشاكل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ده الرابع. الدعاء الخامس بقى، الدعاء الخامس دعاء سهل وبسيط، نقرأ مع بعض بسرعة كده ونحفظه بسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنا عبد ابن عبد ابن أما، ما أعرفش غيرك، نسب عرق في العبودية، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرك نافذ يا رب. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم، بتوسل لك يا رب بنور القرآن وبركة القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، تبقى من جوه ربيع، ربيع جنة سعادة ونور صدري، أبقى منور، طريق منور بنور الله، وجلاء حزني، ما عدتش أبقى حزين وشايل حزن على اللي فات، وذهاب همي، ولا عدت أشيل هم اللي جاي، سعادة ونور وبركة وجنة وربيع. 5 أدعية حافظوا عليهم، اكتبوهم،
اسمع المقطع ده تاني، اكتب الخمس ادعية دول، دول ادعية خطيرة يا جماعة، هتفرق معاك في حياتك، هتفرق معاك في مستقبلك، حصون من الله، تأمين على مستقبلك ودنيتك واخرتك وقبرك ويوم القيامة وساعة المرور من العصرات. خمس ادعية لتفريج الكرب، كلمة يا رب بتصنع المعجزات، كلمة يا رب ربنا شفى بها الامراض وربنا بيزود بها الدخل وربنا بيجيب بها فلوس وربنا بيجوز بيها الشباب والبنات وربنا بيرزق بها الذرية. مفيش مشكلة ربنا ما يقدرش يحلها، مفيش كرب ربنا ما يقدرش يفرجه، مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه، مفيش غم ربنا ما يقدرش يكشفه، ربنا قادر، ربنا كريم، ربنا يريد انه يرحمك، ولو ما كانش يريد الخير لك ما كانش سمعك الكلمة دي، ولا كان نطقنا الكلمة دي، ولا كان جمعنا على الخير وعلى الدعوة اليه وعلى بركة ذكر الله تبارك اسمك. كل ما اسمه ربنا يجي البركة هتيجي والخير هيجي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اكشف الهم والغم عنا وعن كل المسلمين يا رب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اهد غير المسلمين برحمتك كما هديت المسلمين، اللهم تولى أمرنا، اللهم فرح قلوبنا بفضلك وبركتك ولطفك ورفقك وودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.